السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة هنكمل الموضوع اللي بدأناه، موضوع الراجل اللي هو خد الصورة بتاعة الحمامتين دول اللي هم بختم الشركة الفرنسية. الحمام اللي جايني صورته من الكويت، أو الفيديو ده جايلي من الكويت. لاحظ حضرتك الصورة اللي هو أخدها واللي إحنا طلبنا منه الحمام، بعت لنا الصورة اللي على اليمين دي. أما الفيديو اللي في النص، بص بالظبط هي، لاحظ قارن بين الصورتين. حتى الراجل ده كمان من جبروته ان هو لما طلبنا منه، واحد صديقنا يعني طلب منه ان هو يشتري منه حمام وطلب منه فيديو، فقام بعت له الصورة اللي على اليمين دي بالظبط. الصورة اللي على اليمين دي بعتها له على الواتساب. بص حضرتك الحمام ده في الكويت مش عندنا. شوف الحمام لما وقفت الصورة ووقف الفيديو، الاتنين كانوا زي بعض بالظبط، هي الصورة من الفيديو. طبعا صوتنا وصل للكويت ومعانا اخونا حسين من الكويت، هيشهد شهادته ويقول لنا رأيه في موضوع الحمام اللحم بالختم الشركة. اهلا اخ حسين. السلام عليكم استاذ مصطفى. اللحم الحصري الدرجة الثانية من الاجداد اللي هم دول. أنا أشوف إن المشكلة اللي عندكم صايرة إن اللاحم الأصلي واللاحم الأصلي واللي في ختم، أنا حبيت أعقب على الفيديو. اللاحم الفرنسي الأصلي يعني يجيك ختم، طبعاً أي واحد يبيع لاحم، حنا عندنا ككويتيين يعني لازم يجي يشوف الختم، يعني مو مشكلة الفيديو. يعني بخصوص الرجال اللي قال انا عندي اختام وانا شاري من اختام، يعني اي واحد لابد انه يقول كاهو الاختام موجوده. هذا اللي يسمونه جد، هذا مناعته هو ميزته. اللاحم مش بس يعني زغاليل كبار، هو المناعة قوية عنده. طبعا هذه الدرجة الثانية اللي هو جدها فوق، هاي شوف ايش كبرها، معناها لسه يعني هذه توها يمكن قاطة الريشة الأخيرة أو القبل الأخيرة. شوف صغيرة، أنا حاطها معاه، شوف ايش كبرها. يعني المشكلة باللاحم وسعره، يعني هذا مو أقل من 150 دينار للزوج. إذا كان ختم هذا 150 دينار، نفس ده ختم وصف ثاني ده 100 دينار. الزغاليل بتوعهم لنفس دي لما يصير عمره شهر هذا ينباع 52 دينار. شوفوا يعني ما عارف يقول لي 500 جنيه، 500 جنيه ما ادري كم، يعني حتى الدنانير هذا بروحه 25 دينار. فالحكايه طبعا تحياتي لمتابعينك. للزوج اذا كان ختم هذا 150 دينار، نفس ده ختم وصف ثاني ده 100 دينار. الزغاليل بتوعهم لنفس دي لما يصير عمره شهر هذا ينباع 52 دينار. شوفوا يعني ما عارف يقول لي 500 جنيه، 500 جنيه ما ادري كم، يعني حسب الدنانير هذا بروحه 25 دينار. فالحكايه طبعا تحياتي لمتابعينك والمصريين كلهم. انتوا عندكم حمام سلاله عاديه، سلاله زينه يعني ما فيها اي مشاكل، يعني هي مش المشاكل ما فيها مشاكل، ولكن الزيت اللي صاير انا عندي ختم عادي طبيعي. تروح لفرنسا تشتريه من الشركه، عند الختم هذا بس اثبات انه من الشركه. انا لو عندي احد
امسك اوريك الختم شلون صاير يعني بالجناح، بس ما عندي احد يعني. طبعا هذا ختم ظاهري، في ختم نفس ده ختم داخلي، يعني اتمنى انه يبين يعني. حاول اني اطلع اشوفه بالجناح اللي انا ما ودي على امسكه. شوف واضح الختم، هو شرس الفرنسي. حاول قدر المستطاع، هو ما يقعد. شوف بيجون بيجون يورو بيجون، هذا ختم ما يطلع. انا مع احترامي للشخص اللي صور عند ابو عيد، انا عارف حمامه ابو عيد، هذا حمام ابو عيد انا متاكد، وانا شاري منه ابو عيد. هذا اللي صورهم حمام فرنسي اصلي، هذه التراكيب انا شاري من ابو عيد. بس حبيت اقول الكلمتين هذول ان شاء الله يكون صادق. حمام اللاحم ما شاء الله عليه، يعني مو بس زغاليل وفقط، المناعة عندي أنا أشوفها يعني. شوف الحمد لله، شوف يعني خلال سبع شهور شوف هذا الإنتاج. يعني مع عندنا خادم يعطيهم أكل وماي. شوف هذول كل أبوهم زغاليل، ما عاد الأحمر هذا عشان للأمانة مش معاهم الاحمر، ومعهم حتى وحده بعد. ايوه هذه وهذه، ولكن كل ابوهم نار. واي استفسار انا احاول اني اجاوب عليه يعني. شوف اللحم الجد يعني. هذا هو بال او الثاني ما ادري عنه والله. وادي ختبير لسه شايل الزغاليل بتوعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده يكون خلصنا موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.